تذكرون المسك الأزرق من إيتوال اللي أول ما نزل هبيت فيه هبة أمبي؟ تخيلوا عقب فترة طويلة شي ما استخدمته. المهم الحين شفته خلص اللي عندي، فاليوم يعبين لي واحد حطيته، طلعت نسيت، يعني نسيت إني حاطتها، طلعت كفت سيارة كل ما أتحرك أشم، أقول واي إيش هالريحة، أشم لولو، أشم شم ليها الكلو معاي، شنو الريحة الحلوة، ريحة بيبي، ريحة نظافة، ولا ذكر المسك هذا. تو قطيت فيها للبيت، قلت لازم أصور لكم إياه، لازم أوريكم إياه وأقول لكم إنه رجع وبكمية محدودة وينن، راح تعشقونه عشق مو طبيعي. المسك الأزرق هذا يعني جربت كذا واحد من المسك الأزرق، والله هذا أكثر شيء ثابت من إيتوال، أكثر شيء ثابت 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 حيل، يعني عادي لين بالليل أشم ريحة فيني، وايد حلو، وايد وايد فظيع. هذا البخور شيء عجيب، ريحته فظيعة. العلبة راهية، تكسرونهم على كيفكم بالحجم اللي تبونه، والريحة ينن ينن، وايد حلو هذا البخور، أنصح فيه وبقوة، عجيب عجيب عجيب، حيل قوي وريحته ثابتة وتينن.